أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد والمتجدد من حصة حديث الساعة. إذن تبقى القضية الفلسطينية الشغل الشاغل للجزائريين كافة، شعبا وحكومة ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، بحيث يرافع الجميع من أجل حق الشعب الفلسطيني. وفي ظل الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، تأتي دائما المرافعة من الجزائر من أجل استعادة فلسطين والشعب الفلسطيني حقها. وهذه المرة المرافعة كانت من كلية الحقوق بجامعة الجزائر واحد، بالتعاون بين جمعية البركة الجزائرية والهيئة الخاصة بالبحث بالكلية، وذلك من خلال ملتقى دولي افتراضي حول دور وأهمية الموقف الجزائري في إحياء القضية الفلسطينية وأولويتها في القمة العربية التي تترأسها الجزائر في دورتها الحالية رقم 31 لعام 2022، والتي انعقدت في الفاتح من نوفمبر الماضي بالجزائر. إذن نناقش هذا الموضوع ونناقش مخرجات هذا الملتقى الذي تم كما قلنا في كلية الحقوق، وآلية الدفاع عن حق الفلسطينيين في الجزائر بصفة عامة. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي في الاستوديو البروفيسور أبو بكر عبد القادر رئيس الملتقى. أهلا بك بروفيسور. شكرا، مرحبا بالاستضافة. شكرا جزيلا. كما يسعدني أنه سيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد إبراهيم، يقول رئيس جمعية البركة الجزائرية. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك. إذن مشاهدينا الكرام، قبل بداية النقاش نذهب لمشاهدة الومضة الخاصة بهذا الملتقى ثم نعود. وكر يعني اليوم الدور القائم للجزائر بصفة عامة كحكومة والآن حتى بالمؤسسات، ونرى الملتقى الذي تم تنظيمه في كلية الحقوق بجامعة الجزائر واحد، والذي يرافع أيضا من أجل القضية الفلسطينية. لو نبدأ يعني بالملتقى وأهم النقاط ربما التي أدت إلى تشكل هذا الملتقى ونتحدث عنه بالشكل الظاهري، بعد ذلك نذهب إلى ربما الجوهر الخاص بهذا الملتقى والمحتوى الخاص به. الملتقى هذا جاء يتميز بخصوصية أو جاء نتيجة للموقف المحوري التي قامت به الجزائر في دعم القضية الفلسطينية وفي إحياء خاصة قضية إحياء القضية الفلسطينية والتركيز على أولويتها في مؤتمر القمة العربية، لأنه تقريبا القضية الفلسطينية تم تهميشها بطريقة متعمدة في مؤتمرات قرارات القمة السابقة، وكانت تحت المرتبة ليس المرتبة التي كانت عليها قبل في السبعينات قبل أثناء الحرب الباردة، يعني أصبحت ربما قضية ثانوية في مواجهة في مقابل إبراز تحديات أخرى، أو ما تسميه دول الخليج بالوهم خطر الإيراني والانقسام الفلسطيني. فالجزائر تعتبر الموقف تاعها يعتبر سابقة لم تحدث من قبل، يعني سابقة جعلت القضية الفلسطينية أولوية مركزية بالنسبة لكل الشعوب العربية، وكانت الحجج التي تتحجج بها الدول الخليجية وخاصة الانقسام الفلسطيني قامت بما يسمى بعملية لم الشمل، لأنه الوحل شوف القمة التي ستعقد في الأيام المقبلة والقمة التي عقدت في الجزائر في أول و2 نوفمبر تختلف من حيث الظروف. كان في القمة اللي كانت هناك خلافات عربية، صحيح، وكانت خلافات. الآن الخلافات العربية التي حاولت الجزائر ترميمها إعادتها، وخاصة حول عودة سوريا إلى القمة العربية وكذلك الفلسطينيين، الآن تجد طريقها إلى الحل. القضية السورية الآن تم حلها من خلال قرار وزراء الخارجية العربية باستعادة سوريا لموقعها لمواجهة التحديات المستقبلية، لأن الجزائر كل الإجراءات اللي قامت بها اللي تابع مسار الدعم الجزائري للقضية الفلسطينية، كل الإجراءات اللي قامت بها في القمة الآن تقوم بها السعودية. صحيح. من حيث دعوة سوريا إلى القمة العربية، من حيث لم الشمل الفلسطيني،
من حيث التأكيد على التعاون العربي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، فالجزائر يعود لها فضل السبق في إحياء القضية الفلسطينية، وما سيتم في قمة اللي تعقد في السعودية هو استكمال وتأكيد لمخرجات الجزائر. القمة الجزائرية. نعم. ولكن اللي يبقى دائما مع التأكيد، مع هذا يبقى دائما الدور الجزائري الرسمي دور متميز في إحياء القضية الفلسطينية، لأنه حتى بالنسبة لشوف الملتقى الدولي اللي انسحب فيه البرلمانيين وانسحب كذلك المؤتمر اللي في نفس الشهر اللي عقدت فيه مؤتمر القمة العربية في الجزائر، كان هناك مؤتمر ميونخ بانسحب الرئيس الجزائري عندما تولى الرئيس الصهيوني. صحيح. فالمواقف المبدئية الجزائرية تبقى دائما متميزة وسابقة على يعني كل الدول العربية. صحيح. وطبعا هذا المواطن البسيط في حل في ظل الظروف التي نعيش فيها يقول ما علاقتها بنا كحنا جزائر، لأننا بعيدين، لأننا بعيدين على قضية فلسطين. ولا علاقة، بالعكس هذا يدخل في صميم مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لأن القضية الفلسطينية لا تتعلق وإذا نعتز به على كل حال ما تتعلقش في المسائل الحضارية والناحية الإسلامية. صحيح. وهذا شيء إيجابي ويعتز به كل الشعب الجزائري، ولكن تتعلق كذلك بالتنمية، تعلق بالتحديات الخارجية، لأننا في عالم وحدة عربية يعني. شوف الوحدة العربية بالتعاون العربي، لأن الآن الجزائر تعتبر أول دولة يعني يتم تأسيس فيها التحرر من الهيمنة الأمريكية. صحيح. على قرارات القمة العربية، الإملاءات الغربية والضغوط التي كانت تمارس على القمم السابقة الجزائر حاولت التخلي عنها. صحيح. كذلك بالنسبة للسياسات النفطية، لأنه السياسات النفطية كانت تسعير النفط تؤثر، وهذا يتأثر على الجزائر. يعني إذا علمنا أن مثلا معظم الدول العربية الميزانية تاعها يتم تحديدها بناء على برميل النفط، وبالميل النفط كان بيد الولايات المتحدة وقلها بصراحة، الآن يتم التحرر. فزيارة بايدن إلى السعودية لتعويم النفط تم رفضه. الآن هناك شوف حركة جديدة، هناك تطور جديد، والجزائر استبقت كل الدول العربية في هذا الإطار، وهذا يحسب للجزائر. ولكن هذا الموقف الذي سيتم تعميمه على كل الدول العربية يجب تعزيزه من هذا. وهذا هو اللي جاب به الملتقى الذي عقد في كلية الحقوق بجامعة الجزائر، وهو إشراك النخب على كل مستويات، النخب السياسية، النخب المثقفين، الباحثين، المفكرين، فعاليات المجتمع المدني، وعلى أمل أن يتم تعميم هذا على كل الدول العربية، لأن الموقف الرسمي هو موقف تاريخي ومتميز، ولكن يجب لصناعة الرأي العام، لمساعدة الموقف الرسمي في صناعة الرأي العام وتنوير الرأي العام الشعبي حتى نكون جهة واحدة، ما يكونش هناك انفصال. لماذا؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه شوف موجة التضليل التي مارسها الدعاية الصهيونية مدعومة من الأحادية القطبية والدول الغربية والمتحدة هي كثيرة جدا. صحيح. الآن المواطنين في الدول كانوا حتى الطبقة المثقفة، تروح تشوف الآن الجامعات سيب القضية الفلسطينية تقريبا كبقية مهمشة الجامعات، يعني صحيح. مهمشة. صحيح. ولو كانت سطحية يعني. نعم. هذا الأخر لإحياء القضية الفلسطينية في مجال البحث العلمي، على أمل أن ينتقل هذا الإحياء إلى جميع القطاعات الصناعية. صحيح. والاقتصادية، وبالتالي العملية متكاملة، وبالتالي هذا الإحياء للقضية الفلسطينية من قبل السلطات الرسمية الجزائرية هو في مصلحة المواطن الجزائري وفي مصلحة المواطن العربي في كل الجوانب العلمية والجوانب الاقتصادية والجوانب التنموية. صحيح، واضح جدا. ربما نلتحق أو يلتحق معنا الأستاذ أحمد إبراهيمي. أستاذ، هل أنت معنا؟ أنا معك. إذن ربما مثل ما كنت تستمع، تحدثنا يعني عن الجانب الخاص بالدعم للجزائر للقضية الفلسطينية. لو نعود قليلا إلى الوراء ونتتبع يعني مسار دعم الجزائر للقضية الفلسطينية ولفلسطين في السنة ربما الأخيرة، لأن هذا الدعم معروف منذ القدم، بحيث أنه رئيس ربما الجزائر كانت هي السباقة والسبب الرئيسي في دخول الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات للأمم المتحدة من أجل رفع كلمة فلسطين والمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في نيل كل حريته واستقلاله وعودة أراضيه وأخذ فلسطين ربما القدس عاصمة عربية لفلسطين. ربما في هذه النقاط في الآونة الأخيرة قبل القمة العربية 31 التي انعقدت بالجزائر، الجزائر مشت إلى نقطة أساسية وهي لم شمل الفلسطينيين، وهذه التي ربما حسبت لها وقيل بأن الملف الجزائري فيما يخص معالجة القضية الفلسطينية
أخذ أبعادا أخرى بعد زمن طويل، لأنه الكثير كان يتحجج بفرقة الفلسطينيين فيما بينهم. بعد ذلك يعني بعد لم الشمل وبعد وضع خارطة طريق يعني من أجل وضع قيادة واحدة لتمثيل فلسطين، أتى الدور على وضع الملف على مرأة يعني جميع الحكام العرب ووضعتهم أمام أمر الواقع. يعني هذه السياسة وهذه الاستراتيجية تنبئ أو تبين على أن الجزائر تأخذ موضوع القضية الفلسطينية بجدية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة لك وللبروفيسور. وأيضا نحن اليوم يعني عندما عقدنا هذا الملتقى جاء في يوم عظيم بالنسبة للجزائر، يعني وهو 8 ماي، يعني اليوم الذي دفع فيه الشعب الجزائري آلاف الشهداء، يعني من الأطفال والنساء والشيوخ الذين خرجوا وهم يظنون بأن فرنسا ستفي بوعدها للجزائريين الذين ساعدوها في التخلص من النازية. يعني الملتقى جاء في يوم بالنسبة للجزائري يوم مقدس وعظيم. اليوم هذا الملتقى الذي شارك فيه يعني نخبة من الدكاترة والأساتذة من داخل الوطن ومن خارج الوطن لتعزيز الموقف الجزائري الذي هو في الحقيقة لم يزحزح من قبل. الموقف الجزائري لم يكن ضعيفا وتقوى في هذه القمة، بل الموقف الجزائري من بداية الأمر هو قوي في القضية الفلسطينية وثابت ولا يقبل أي مساومات أو تنازلات مهما كانت المشاكل التي مرت على الجزائر، ويعني الأزمات التي مرت على هذا الوطن من التسعينات، من الأزمات الاقتصادية، من كذا، بقى الموقف الجزائري ثابتا ويعني متقدما على كل الأنظمة العربية والإسلامية. ولكن علينا أن نقول بأن هذه القمة عقدت في 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 وقت فيه تحولات وفيه تغيرات في هذا العالم، في وقت أيضا داخل فلسطين أصبحت هناك إنجازات عظيمة للشعب الفلسطيني في كل فلسطين من خلال العمليات البطولية التي يقوم بها الشعب الفلسطيني الذي اليوم توحد في غرفة العمليات وفي وحدة الساحات. يعني اليوم الوحدة التي ترمي إليها الجزائر بدأ أيضا الشعب الفلسطيني اليوم يعمل على تطبيقه على الأرض. أيضا جاء هذا الملتقى وجاءت هذه القمة في هجمة كبيرة من الأنظمة العربية التي هرولت إلى التطبيع وكادت أن تقضي على القضية الفلسطينية وتصفيها بعدما كان ترامب قد أمضى بأن القدس عاصمة لإسرائيل وما إلى ذلك. أيضا اليوم نحن نرى موازين القوى في العالم، القمة تأتي أن موازين القوى اليوم اختلت في العالم. صحيح. ما أصبحت أمريكا اليوم هي سيدة العالم، بل اليوم بدأت كثير من الأقطاب اليوم تتحرك لمواجهة هذا الغطرسة الأمريكية وبدأت القضية الفلسطينية تتنفس. فلهذا القمة اليوم التي عقدت في الجزائر والتي خططت لها القيادة الجزائرية بإحكام من خلال يعني من خلال الدبلوماسية الجزائرية القوية، ألا أن القضية يجب أن تكون رقم واحد في كل قمة قادمة. والمخرجات التي خرجت من القمة العربية وأشارت أحد الأستاذة من الأساتذة المتدخلين بالأمس أشارت إلى هذه النقطة في الملتقى، قالت نحن لا نحكم على القمة بيوم انعقادها أو ما درى، وإنما نحكم برئاسة القمة. الجزائر منذ أن ترأست قمة القمة العربية اليوم إنجاز بعد إنجاز، طردت الكيان الصهيوني من الاتحاد الإفريقي، استطاعت أن تفرض ورقة بيان الجزائر في القمة العربية، استطاعت أن تشكل اللجنة التي تتابع المحاور التي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية. اليوم نرى أن المملكة العربية السعودية اليوم هي تعتمد على هذه المنجزات التي تمت في القمة العربية برئاسة الجزائر. فاليوم نحن أمام مشهد آخر، أمام مشهد آخر يعني يعزز كفاح ونضال الشعب الفلسطيني الذي ما زال لهذه الساعة يقدم في الشهداء، وخاصة اليوم الغدر الذي صدر من الكيان الصهيوني وراح يعني ضحيته 13 شهيدا ارتقوا إلى ربهم اليوم، وما زالت الأمور ككرة الثلج تتدحرج. فلهذا يجب أن نعرف بأن ملتقانا اليوم جاء ليعزز ويثمن ويرفع من قيمة
هذا الأداء الرائع الذي أدته الجزائر في هذه القمة وعبر يعني مواقفها التي دائما تتسم بأنها متقدمة. أيضا نحن اليوم أردنا كمجتمع مدني مع الجامعة أن نعزز الموقف الرسمي. هذه نخب مثقفة متمكنة وهذا مجتمع مدني ينفذ على الأرض من خلال المشاريع التي ننجزها للشعب الفلسطيني في كل المناطق لدعمه في صموده وثباته ومرابطته. اليوم الكيان الصهيوني القمة أفشلت، القمة التي تمت في الجزائر وما صدر عنها أيضا ضربت المخططات الصهيونية في الاقتحامات التي صحيح. يعني رأيناها في المسجد الأقصى ويعني ويريد المسجد الكيان الصهيوني أن يبسط نفوذه الديني على المسجد الأقصى. كل هذه المشاريع اليوم انهارت منذ أن انعقدت هذه القمة واستطاعت الجزائر أن تقف يعني سدا منيعا في توسع الكيان الصهيوني والعمل على أن يدخل المنطقة كلها في يعني تأييده فيما يقوم به. فاليوم أصبحت الإدانة وكل ما يتعلق بمواقف الجزائر يقلق الكيان الصهيوني ويعرف بأن القضية الفلسطينية من ورائها دولة عظيمة، دولة ثابتة، دولة مواقفها تستطيع أن تزعزع الكيان الصهيوني في كل الاتصالات صحيح. التي يقوم بها في المنطقة. ورأينا كثير من الدول التي طبعت اليوم كيف هي الآن انهارت وهي الآن تشكو من هذا التقارب مع الكيان الصهيوني في وحدتها الداخلية. ربما سنعود إليك أستاذ أحمد إبراهيم، يبقى معنا دكتور أو بروفيسور. ربما من بين النقاط الأساسية التي تطرق لها الملتقى يعني أنه القضية الفلسطينية مثل ما جاء في المخرجات الخاصة بالقمة العربية واحدة من أهم الثوابت ومطالب الشعوب العربية، وهذا ما يجب المرافعة لأجله. اليوم يعني مثل ما كان يتحدث الأستاذ أحمد إبراهيمي، المجتمع المدني يتكثف مع مراكز البحث في الجامعات من أجل دعم هذا الموقف الجزائري. نعم، لماذا؟ لأنه مسألة ضرورية وليست منة منا على أساس أن نحب فلسطين أكثر من الآخرين. لماذا؟ لأنه أصبح مصلحة وطنية صحيح. أصبح يتعلق بالأمن الوطني الداخلي، خاصة الآن بعد التطبيع الذي جرى بين النظام المغربي، أقول النظام المغربي وليس الشعب المغربي، مع الكيان الصهيوني. فأصبح الآن خطر يهددنا على الحدود صحيح. وبالتالي هذه الملتقيات تساهم في تنوين الرأي العام في تكوين الحصانة والمناعة الوطنية في مواجهة التحديات. الآن عندنا المخدرات، عندنا يعني عدة أشكال آفات اجتماعية صح. يعمل الكيان الصهيوني على ترويجها، النزاعات الداخلية، النزاعات العرقية، النزاعات المذهبية في كل الوطن العربي، لأن مسألة بث عدم الاستقرار والانقسامات ليس خاصة بالجزائر، خاصة بكل دول العربية، لأنهم هم يعتبرون في تصريحاتهم وفي كتاباتهم وفي دراساتهم ومراكز دراسات أنه التفتيت وزرع الفوضى وعدم الاستقرار من واجبهم، لأن استقرار الكيان لا يتم إلا بهذا التفتيت صحيح. والسودان خير دليل على ذلك، وهم يقرون بذلك. في 2011 قاموا بتقسيم السودان وهناك تصريحات ووثائق تثبت ذلك. وبالتالي نحن هذا تحياء القضية الفلسطينية في مجال البحث العلمي مسألة ضرورية لتكوين الحصانة والمناعة لدى المواطنين الجزائريين وكل العرب، وبالتالي كذلك يعتبر تعزيز وتأكيد صحيح. للموقف الرسمي، لأن الموقف الرسمي هو موقف الحقيقة شجاع وجريء، وقلنا سابقا لم تحدث منذ نهاية الحرب الباردة، والآن يتم تعميمه على كل الدول العربية، والآن راح تثبت قمة الرياض مدى صدقية وإيجابية المواقف الجزائرية. ولكن هذا الموقف يبقى، لا يجب أن يبقى في الموقف الرسمي العربي صحيح. يجب أن ينتقل إلى الرأي العام، صناعة الرأي العام الآن تتجذبه، وهو ربما الهدف الأساسي للملتقى. طبعا، وهذا هو الهدف الأساسي، لأنه ما لازمش البحث العلمي طالب يتخرج يدخل ما يعرف، ما عنده حتى علاقة بالقضية الفلسطينية، يعرفها من خلال الإعلام المعادي صح. وقضية فلسطين حتى بينوا له، احنا مطالبين بالقضية الفلسطينية ليست قضية لاجئين، ليست قضية تمييز عنصري كأننا في دولة وتفرق بين مواطنين، لا،
القضية الفلسطينية هي قضية احتلال صح. تخضع لقواعد الاحتلال الحربي في القانون الدولي، تخضع للقرار 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960 الذي يدعو إلى منح الشعوب المستعمرة الاستقلال، لأنه حتى تقرير المصير الغرب والدول المعادية للقضية الفلسطينية حوروا المفهوم تاعو من الحرب اللي كان في الحرب الباردة، لأنه يقصد به الآن تقسيم الشعوب، حق الشعب حق الشعوب في تقرير مصيرها بمفهوم الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهي الشعوب المستعمرة، والشعوب المستعمرة هي القضية الفلسطينية كما صحيح. كذلك القضية الصحراوية مثل ما بقي ربما الدول التي تعرف استعمارات الاستعمار يعني مثل الاحتلال اليوم ربما الغرب يرافع لأجل أوكرانيا بكونها محتلة من طرف روسيا، ولكن ينسى القضية الخاصة بفلسطين والاحتلال الصهيوني. الأستاذ ربما أحمد، هل أنت معنا؟ نعم أنا بزل نعم. ربما مثل ما قلنا نتحدث، ربما الهدف الأساسي هو المرافعة من أجل رفع الوعي لدى الشعوب العربية بصفة عامة، وليس الشعب الجزائري فقط، بإشراك المجتمع المدني وبإشراك مختلف الفاعلين في الطبقة المثقفة أيضا. يعني ما هي الآليات أو الاستراتيجية التي عملتم من خلالها على إنجاح الملتقى على الصعيد الخارجي؟ هل تسمعني دكتور؟ نعم أنا أسمعك أسمعك. قلت لك ما هي الآليات التي عملتم من خلالها على ربما رفع هذا الانشغال على الصعيد الخارجي، يعني وأخذ اهتمام الشعوب ومختلف المؤسسات على المستوى الخارجي؟ نحن دائما نعمل على أننا تكون مخرجات ملتقياتنا أعمال ننفذها. مثلا نحن اليوم في توصياتنا قلنا من ضمن أهم التوصيات أننا الانشغال المهم جدا وقد أشار إليه الدكتور أبو بكر، وهو أن ندمج الجامعة في البحث العلمي. يصبح طلبتنا ورسائلنا في الماجستير في الليسونس في الدكتوراه يعني تتناول القضية الفلسطينية، ثم ترقى إلى أننا ننزلها إلى كل يعني النظام الثانوي، النظام المتوسط، يعني مختلف المستويات يعني التعليمية. نعم تبقى القضية حية في مناهجنا الدراسية وفي بحوثنا الأكاديمية. الأمر الثاني، نحن كمجتمع مدني اليوم نشتغل لسنوات طويلة، ونحن نشتغل على أننا ننجز مشاريع داخل فلسطين لتثبيت ودعم وصمود الشعب الفلسطيني من خلال مشاريع، سواء كانت إعمار، سواء كفالات، سواء كانت دواء، سواء كانت تعلق بالطرود الغذائية، متعلقة بكثير من ضمن الأمور التي أيضا خرجنا بها في الملتقى. أننا أسسنا لجائزة لأحداث جائزة لأحسن بحث أكاديمي في القضية للقضية الفلسطينية. لماذا؟ لكي نشرك الأمة بأكملها لملتقى دولي، والجائزة ستكون دولية. هذا الوعي الذي نريد أن ننشره ونجعل الناس تتنافس عليه، لكي يعرف الناس قيمة هذه القضية، أنها ليست قضية تخص الفلسطينيين أو تخص الشعب بعينه، إنما هذه أرض مقدسة مباركة مذكورة في كتابنا، يعني هي ضمن الإطار الذي نؤمن به بالرسالة السماوية. فلهذا يجب أن يهتم كل مواطن عربي إسلامي بأنه مسؤول على هذه الأرض، وأن هذه الدماء وهذه الاعتداءات وهذه الخروقات كل الأمة مسؤولة عليها. فلهذا هؤلاء اللي نسميهم شهداء الأمة، جرحى الأمة، يتامى الأمة، أرامل الأمة، لأنهم يدافعون عن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة التي هي أرض وقفية للمسلمين من طنجة إلى جاكرتا. فإذا كنا نحن اليوم بهذا الملتقى نريد أن نرسل رسالة أخرى بأننا اليوم نحن كمجتمع مدني وكنخبة مثقفة وكأكاديميين، فإننا اليوم يجب أن نعلم بأن دورنا هذا سيكسر كل المشاريع الإسرائيلية. لو أن هذه الدول التي طبعت كان عندها نخب قوية وأكاديميين قويين استطاعوا أن يواجهوا أنظمة، ما هرول هؤلاء الناس للتطبيع، وما كان هذا التطبيع يمر هكذا سهلا. فلهذا يجب أن لا
نستعين بالنخبة وبالأكاديميين وبالمجتمع المدني في هذه القضايا المصيرية والمهمة، لأن هذا التطبيع سيضر بوحدة الأمة العربية. الدكتور صحيح. أشار إلى التطبيع المغربي. التطبيع المغربي الآن، المخزن المغربي اليوم مشى خطوات خطيرة جدا، ما بقى التطبيع اقتصاديا ولا تنمويا، بل اتخذ شكلا عسكريا، وأصبح هذا التطبيع العسكري يهدد دولة الجزائر، يهدد كل الجوار، يهدد شمال إفريقيا بأكملها. وأصبحنا نسمع تصريحات من لدى الكيان الصهيوني من ساسته الأمنيين والعسكريين يهددون الجزائر ويهددون أمنها الوطني. فلهذا دعمنا اليوم للشعب الفلسطيني ولمقاومته ولحقه يصب في إطار الأمن القومي الجزائري والأمن القومي العربي الإسلامي. واضح جدا. ربما أساتذتي الكرام نذهب إلى فاصل من أجل ربما هذه الومضات ثم نعود. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ولنعود. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام لمن التحق بنا الآن. نحن بصدد مناقشة الملتقى أو موضوع الملتقى الدولي الذي تم بإشراك جمعية البركة الجزائرية بتعاون مع جامعة الجزائر واحد بكلية الحقوق. إذن ربما نواصل مناقشة هذا الملتقى الذي ينص حول القضية الفلسطينية والدور الأساسي والمحوري الذي تلعبه الجزائر في دعم هذه القضية. بروفيسور، ربما تحدثنا في الشطر الأول عن عديد من النقاط فيما يخص دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. نأتي الآن إلى الملتقى، ربما كونه ملتقى افتراضي دولي، يعني المشاركة الدولية كيف كانت؟ المشاركة الدولية كانت مهمة وعلى مستوى عالي من رئيس جمعية القدس والباحث ناصر قنديل ومن فلسطين ومن جهات أخرى، كانت يعني هو من أوزان يعني قامات في البحث العلمي حتى يكون هناك تواصل فيما ما بعد الملتقى. لأن ماذا بعد الملتقى؟ لأن هناك مشاريع سوف تجرى على المستوى الوطني على أساس أن تكون هناك ملتقيات جهوية لإحياء القضية الفلسطينية في يعني الشرق. تبعا لهذا نعم الملتقى، بناء على الملتقى، ملتقى في الشرق الجزائري وفي الغرب الجزائري وفي الجنوب الجزائري وفي الوسط الجزائري، على أمل أن يتم تعميم هذه التجربة على الدول الغرب، على دول الشقيقة الأخرى، دول العربية الأخرى الأخرى. وكذلك من بين أهم ما أشار إليه الشيخ فيما يخص توصية الملتقى، هناك توصية مهمة وهي التأسيس لإحداث المبادرة الجزائرية صح. لإحياء القضية الفلسطينية في مجال البحث العلمي، لأنها مغيبة. لأنها مغيبة قلنا بفعل مدروس، ليس في الجزائر فقط، في تقريبا معظم الدول العربية، على أساس أن تكون هناك يتم إحياء القضية الفلسطينية في البحث العلمي على مستوى الجامعات ومراكز البحث الجزائرية، على أساس أن يتم تعميم هذه التجربة على كل الدول العربية ونوصل إلى المبادرة العربية لإحياء القضية الفلسطينية. وبهذا يتوافق الطرح الشعبي والرأي العام الشعبي مع الموقف الرسمي، وبهذا تكون عنده مصداقية وتكون عنده قوة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. لأن المشكل الذي لا يعلمه المواطن أن القضية الفلسطينية ليست قضية، وهذا قلت أعيد وأكرر، قضية فلسطين أو الفلسطينيين، لا ليست قضية فلسطين، ليست قضية فلسطين وليست كمثل القضايا الأخرى. والتحديات اللي كانت قبل في الحرب الباردة غير التحديات الآن صحيح. الآن أصبحنا نحن مستهدفين، كان الصراع يجري فقط في فلسطين، نحن الآن أصبحنا يعني ربما مستهدفين الخيال اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا. لماذا؟ لأنه بسبب القضية الفلسطينية هناك مشاريع لزرع الفوضى والداخلي. كان نقطة مهمة أكثر لما تناولناهاش، وهي تأثير القضية الفلسطينية عندما تكون، لأنه القضية الفلسطينية تهم كل مكونات المجتمع، كل صحيح. الأحزاب السياسية على اختلاف أنواعها. شوف، إحياء القضية الفلسطينية سيمكن الشعوب والحكام من التعاون، من إجراء حوار لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لأنه ربما نقطة لقاء، نعم نقطة الالتقاء، حتى لا يسمحون للتدخل في الشؤون الداخلية، يصبح صحيح. كل طرف يستعين بالطرف الأجنبي للتغلب على الطرف الآخر، تصبح صحيح. الأحزاب السياسية، تصبح أي منظمة، شوف ومعيار، نعطيه لك المقياس اللي توصلنا إليه، مقياس أي منظمة أو أي حزب
أو أي نظام سياسي حاكم في أي دولة عربية هو موقفه من إحياء القضية الفلسطينية، موقفه من فلسطين، هل فعلا يسعى إلى مصلحة شعوبه وتنميتها والتقدم وزرع الاستقرار والتنمية؟ صحيح. فشوف هذا هو المعيار، موقفه من القضية الفلسطينية. أي معارض، أي حكم سياسي يهمل هذه القضية فكل خطوات التي يقوم بها فهو مشكوك فيها. صحيح. نعم. يعني ربما تريد أن تقول حتى نوضح أكثر بأن القضية الفلسطينية هي النقطة التي تلتقي فيها جميع الشعوب جميع العربية الشعوب. وجميع الحكومات بصفة عامة، بصفة عامة في جميع المعارضات. صحيح. في حال ما إذا تم التطرق إلى هذه النقطة وبحث سبل كيفية إيجاد حلول لها، فإن تلك الجهات تعمل من أجل مصلحتها الداخلية، لأنه الحل ربما بالنسبة للدول العربية من جانب التنموي أو من جانب الأمن والاستقرار أو أي شيء متعلق بالقضية الفلسطينية مباشرة. شوف، القضية الفلسطينية خط أحمر. صح. لماذا خط أحمر؟ لأن الاحتكام إلى مرجعية واحدة بالنسبة للشعوب والحكام والمعارضات والمنظمات، يعني كل أي جهة تدعي الإصلاح والحرص على مصلحة شعوبها، يجب نشوف الموقف تاعها من القضية الفلسطينية. إذا كان موقف قضية فلسطينية موقف واضح وما يكونش فيه غموض، معناها فعلا تسعى إلى الإصلاح. وطبعا هذا الإصلاح ماذا يعني؟ معناها أنها لا تلجأ إلى الأجنبي، معناها لا تلجأ إلى تدمير، لأن الكيان ربما يعمل على زعزعة استقرار جميع الدول العربية حتى لا تلتف حول القضية الفلسطينية والقضية الأساسية. القضية الأساسية. وبالتالي نجد لأن أي ثورة أو أي معارضة أو أي منظمة سياسية أو أي حكم مصداقيته مدى يعني نقيس مدى مصداقيته مصلحة الشعب موقفه من القضية الفلسطينية. إذا كان متبني، معناه راه متبني قضية الإصلاح والتنمية والذي تأتي من التحرر من الهيمنة. لماذا؟ لأنه شوف، مهما كان رئيس دولة، مهما كان وفي، مهما كان وفي، إذا لم يكن، إذا كان مرتبطا بالضغوط الخارجية فمصلحة الشعب لن ينجح في مهابه. لن ينجح في مهابه. بدليل باكستان، عمر خان معروف، عمر خان 25 سنة وهو يناظر ضد الهيمنة الأمريكية، وعندما تولى السلطة كانت الضغوط، مش الضغوط الداخلية، بالعكس هو كان يسعى إلى مصلحة المواطنين، ولكن الضغوط الداخلية خلت حتى أنه يرشوا بعض أعضاء من الحزب بتاعه ويسحبوا منه الثقة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه التحديات الداخلية والخارجية هي مرتبطة مع بعض. مرتبطة مع بعض. فأنت ما تطلب مثلا ارتفاع الأسعار ولا يعني بعض مثلا إصلاح قطاعات معينة، لأنه شوف أي نظام عربي، المشكل قضية معلومات، احنا ما عندناش المعلومات، لأن المعلومات راهي بيد الدول التي تتحكم في الدعاية الإعلامية، لأنه أي نظام توجد فيه نقائص، ما كاينش لأي نقائص، ولكن معالجة هذه النقائص عندما نتبناو القضية الفلسطينية تكون في إطار ثابت ومستقر وتخدم مصلحة الشعب. واضح جدا. ربما سنواصل النقاش، لكن قبل ذلك نذهب لمشاهدة أهم التصريحات الخاصة برئيس الجمهورية التي أدلى بها في القمة العربية الأخيرة فيما يخص القضية الفلسطينية أمام مرأى مختلف الجهات والهيئات الدولية، فلنستمع. أتطلع أن يتم خلال هذه القمة إنشاء لجنة اتصالات وتنسيق عربية من أجل دعم القضية الفلسطينية، والجزائر على أتم استعداد لنقل هذا المطلب الحيوي إلى الأمم المتحدة للمطالبة بعقد جمعية عامة استثنائية لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبالمناسبة لا يسعني إلا أن أجدد التهنئة للإخوة الأشقاء الفلسطينيين على الاتفاق التاريخي الذي رعته الجزائر قبيل انطلاق القمة، والمتمثل في التوقيع على إعلان الجزائر للم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأدعو أشقائي قادة الدول العربية إلى ضم جهودنا من أجل مرافقة الإخوة الفلسطينيين نحو استكمال هذا المشروع الوطني وطي صفحة الخلافات نهائيا من خلال تنفيذ الاستحقاقات الوطنية المنصوص عليها ضمن خارطة الطريق المعتمدة والمنصوص عليها في إعلان الجزائر. إذن أستاذ إبراهيمي، ربما نعود إليك الآن. كنا نستمع لتصريح رئيس الجمهورية
خلال القمة العربية 31 التي انعقدت بالجزائر خلال الفاتح والثاني من نوفمبر الماضي. ربما الرئيس تحدث عن ضرورة مواصلة النهج الذي مشت فيه الجزائر من خلال تحقيق الوحدة داخل فلسطين والمرافعة من أجل نيل الدولة الفلسطينية إلى حقها في مقعد رسمي ومقعد دائم في الأمم المتحدة. كيف ربما عالج الملتقى هذه النقطة الخاصة بالوحدة الخاصة بالفلسطينيين بالإضافة إلى ضرورة إيجاد مقعد في الأمم المتحدة؟ الملتقى يعني الملتقى دائما كان يعني متسما يعني ومتكيفا وكما نقول احنا دائما مع الموقف الرسمي، الموقف الرسمي سقفه عالي، بل بالعكس قلنا نحن نحمد الله اننا نستطيع ان نعقد ملتقيات ونستطيع ان نقيم الفعاليات تحت هذا السقف اللي هو سقف عالي، السقف الجزائري في دعم الشعب الفلسطيني الذي يعني صدر من رئيس الجمهورية سواء في خطابه الأول الذي أوقف به عجلة التطبيع وكانت صيحات أسد في وسط يعني هذه النعمات التي انتشرت في قيادة الوطن العربي وأوقف تلك الهجمة الكبيرة من التطبيع، أو داخل القمة كان واضحا بأن مسار القضية الفلسطينية يجب أن لا يخضع للمساومة، يجب أن لا تبيعوا وتشتروا بهذه القضية، وإنما يجب أن تعملوا على ترقيتها إلى أنها تصبح في مصاف أن لها كامل العضوية في الأمم المتحدة لكي يقوم الشعب الفلسطيني من خلال التمثيل أن يوصل آلامه وجراحه ويوصل معاناته إلى أن يسمعها العالم بأكمله. فنحن في الملتقى دعمنا وثمنا كل ما جاء على لسان رئيس الجمهورية في القمة العربية لأننا رأينا بأن هذا هو أعلى سقف موجود الآن في الساحة في دعم الشعب الفلسطيني، دعم يعني سقف عالي وآليته واضحة والدعوات إليه جريئة لا تحتاج إلى تأويل. الرجل قال بأن يجب أن تكون هناك آليات واضحة في تفعيل ميثاق الجزائر وما توصلت إليه الفصائل، هذه الفصائل الجزائر لم تتدخل في حوارها، لم تفرض عليها أي أجندة، بل الجزائر جمعتهم في قاعة وهيأت لهم الأمور وقال ما اتفقتم عليه نحن له داعمون. هذه لم تحدث في أي اتفاقية سابقة. كل ما أراد الفصائل الفلسطينية أن تكون وفق وحدة إلا وتلك الأنظمة التي عقدت في بلادها إلا ومارست عليها أجندة أو ضغوطات إلا في الجزائر. هذا ليس كلامي بل هذا بشهادة الفصائل التي اجتمعت في الجزائر بأن السلطة الجزائرية والدولة الجزائرية والدبلوماسية الجزائرية لم تفرض شيئا عليهم ولم تملي عليهم أي شيء، بل نحن زكينا كل ما اتفق عليه داخل هذه الفصائل وعززناها بدعم الدولة الجزائرية، ثم وضعنا لها خريطة الطريق التي ما زالت الجزائر اليوم تسعى من خلال رئاستها للقمة على تنفيذها على الأرض وإنجاحها وإنجاز هذا الشيء العظيم الذي اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية. نعم واضح جدا، سنواصل ربما معك النقاش، ابقى معنا أستاذ أحمد إبراهيمي. إذن ربما بروفيسور نقطة أساسية كنت قد أشرت إليها أنت قبل قليل هي فيما يخص المعلومة. اليوم لما نتحدث عن ربما دعم البحث العلمي فيما يخص القضية الفلسطينية، يعني نحن بصدد ربما معالجة المعلومات، بصدد إيجاد معلومات جديدة، يعني تسليط الضوء على القضية بجانب أكاديمي. نتحدث هنا ربما عن تعاون بين الجامعات العربية، يعني كيف ربما يمكن أن يعين هذا الجانب الخاص بالبحث العلمي ودعم ربما الجامعات العربية للقضية الفلسطينية؟ هذا جانب مهم وأساسي. لماذا؟ لأنه في الغالب الإعلام هو الذي يسيطر في توجيه المعلومة وتوجيه الرأي العام، وحتى الباحثين ينساقون نحو. لماذا؟ لأن القضية الفلسطينية تم تصويرها على أساس أنها قضية تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني القانون الدولي الإنساني اللي يتكفل بالأشخاص الغير ضحايا النزاعات يعني. المدنيين على أساس اللاجئين على القضية الفلسطينية، القرار فقط 194 اللي يتكلم على حق العودة، كذلك قضية التمييز العنصري، وكان فيه قرار تاع الأمم المتحدة تاع 2017 ريما خلف عندما قدمت هذا واستقالت من الأمم المتحدة على أساس أنه كان فيه تقرير صح. هذا شيء إيجابي، ولكن المسألة الجوهرية حتى نعرفها أن القضية الفلسطينية هي قضية احتلال،
صحيح. ما عندناش قضية احتلال يعني العمل على إثبات هذا الأمر بالجانب البحثي، لأنه كثير من الناس يعني القادة الفلسطينيين يقولوا شوف راهم يميزوا بين الفلسطينيين في المعاملة وكأنهم هم السكان وكأنهم صحيح. يعني هم الأصليين وهم الذين لهم الحق. هذا مثال جزء من اللي يقوم به. كذلك من قضية عقدة النقص التي سادت في القرن الماضي نتيجة الهزائم التي منيت بها الجيوش العربية في القرن العشرين، يعني من النكسة تاع 48 إلى 67 إلى الآن رانا في القرن الواحد وعشرين. هناك صحيح. تطورات. إسرائيل أو الكيان الصهيوني اللي كانت سابقا غير 2023، الولايات المتحدة في التسعينات التي كانت أكبر قوة، غير الولايات الآن راهي منشغلة بكذلك حتى بالنسبة للقوة الصاعدة مثل روسيا والصين والبرازيل، ربما تدعم القضية يعني. لا هذه على الأقل حتى وما تدعمش القضية، هذه على الأقل لا تمارس الضغوط على الدول صحيح. العربية في تعاملاتها الاقتصادية، لا تقول إسرائيل خط أحمر، لا تقول الأمن الإسرائيلي أو الأمن الصهيوني خط صحيح. أحمر، يعني لا تدافع عن لا تدين كذلك حتى التصريحات اللي تصدر من القادة الفلسطينيين أو من بعض الدول العربية والإسلامية بزوال إسرائيل، لا تدين هذه التصريحات صحيح. الدول الغربية كلها تدين هذا وتقدم الولاء. كذلك لا تعتبر المقاومة الفلسطينية إرهاب، لحد الآن لم نسمع تقارير صادرة أو تصريحات صادرة من الصين أو روسيا تعتبر، بالعكس هناك تواصل صحيح. هناك تواصل بين هذا هو الجانب الذي قلت ربما تدعم القضية الصاعدة يعني. شوف القوة الصاعدة الآن في النظام الدولي الجديد اللي راح ربما في المقبل يتبره عنده نظرة على الأقل ليست هي النظرة الغربية. النظرة صحيح. الغربية كانت مؤيدة كلية إلى الكيان الصهيوني، وهذه الدعامة هذه المرتكزات التي كان كذلك بالنسبة للناحية المالية الدولار كان قضية النظام سويفت العقوبات الأمريكية كانت تحكم في النظام الدولي صحيح. الآن هناك بدائل أخرى، هناك العملات المحلية، هناك صحيح. البضائع، هناك العملة المرتقبة تاع البريكس، وبالتالي المرتكزات التي كانت تسيطر بها على النظام الدولي هي الآن في تراجع. ما نقولوش المؤسسات الدولية، حتى مثلا قضية العضوية تاع فلسطين في الأمم المتحدة، ما زالت الآن المؤسسات الدولية خاضعة للهيمنة الأمريكية بدليل القرار الأخير اللي صدر عن الجنائية الدولية بالقبض على بوتين وقرارات محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية. ما زالت كل هذه المؤسسات الدولية ربما في المستقبل راح يكون تضغط على الولايات صحيح. يعني هيمنة الولايات المتحدة تخف يعني على هذه انفراج أكثر في وإحنا فشهمنا هذه الهيمنة. أن لماذا نتفائل بالنظام العالمي الجديد؟ نتفائل بالنظام العالمي نقارنه بالنظام الذي نشأ بعد الحرب الباردة. شوف بعد الحرب أول قرار في 91 في 91 أول قرار صدرته الجمعية العامة لصالح الكيان الصهيوني وهو إلغاء القرار اللي صدر في 1975 بإلغاء التمييز بين الصهيونية وبين العنصرية والصهيونية صحيح. وهذا في صالح الكيان الصهيوني. الآن نحن على عتبة نظام عالمي جديد، نحن على عتبة وقت أو عصر فلسطيني يجب أن نتفاعل معه، وهذا التفاعل أقول ليس منا ولا لا للحفاظ على مصلحتنا القومية صحيح. على مصلحتنا الوطنية، على مصلحتنا الداخلية. نعم، لنشوف للاستقرار الداخلي هنا في الجزائر وفي كل الدول يبدأ من فلسطين صحيح. وقلت لك هنا تبدأ مصداقية أي معارضة هنا في الجزائر ولا في الدول العربية صحيح. مصداقيتها موقفها من القضية الفلسطينية. القضية إذا التعاون أنت مع أعداء تاريخيين معروفين بأعدائهم القضية الفلسطينية وتقول أريد أن أصلح الشعب الجزائري صحيح. ونحقق مصالح، هذا تناقض صح. تناقض لماذا؟ لأنه يستحيل أن هذه الدول الغربية لحد الآن حد اليوم يستحيل أن تتعاون مع أشخاص يكون عندهم موقف سلبي معادي للكيان الصهيوني وموقف مؤيد للقضية الفلسطينية صحيح. يقول صحيح. مستحيل نديو كل المعارضات كان الموقف تاعها حكم الحصان الوسط. والتحالف مع العدو لا يؤدي بطريقه الحاله الى التنميه، وهذا ما يصبش في مصلحه التنميه سواء تعزيز الوحده الوطنيه او التنميه الاقتصاديه. ولهذا نجد حتى يتفاجئوا ان رئيس الجمهوريه لماذا يؤيد القضيه الفلسطينيه، لان جزء من استقرار الجزائر جزء من استقرار وامن الجزائر وجزء من التنميه صحيح. مش حتى التنميه صحيح. الاقتصاديه. لماذا؟ لانه الان الاقتصاد الدولي حبينا ولا كرهنا راه بيد القوى الفاعله في النظام والدليل الدولي. ربما التهديدات موجوده على حواف الحدود الجزائريه اليوم، لان القضيه متكامله ما نقدروش نفصلوها على بعض صحيح. واضح جدا الاستاذ. ربما احمد من بين الامور الاساسيه التي اشار اليها المشاركون في الملتقى هي ربما الدعوة الخاصة بجميع النخب والفعاليات والأحزاب والمنظمات داخل الجزائر وخارجها في الوطن العربي إلى التضامن والموازاة
مع القيادة السياسية والجيش الجزائري الذي تطاله حملات الاستهداف لإفشالها من خلال تعزيز عمليات نشر الوعي بمختلف الوسائل المتاحة بأهمية الموقف الجزائري الذي يصب في مصلحة القضية الفلسطينية. أنت تعلم بأن الشعب الجزائري بكل أطيافه، سواء يعني كانت علمانية شيوعية إسلامية وطنية غير متحزبة غير مهيكلة مع النظام الرسمي، كلنا متفقين على أن القضية الفلسطينية قضية مركزية وقضية عادلة لا 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 غبش عليها. صحيح. واليوم نحن نرى بأن في الوطن العربي اليوم هناك أنظمة يعني هي التي تعمل وتتسابق على خدمة الكيان الصهيوني، ولكن هناك شعوب حية. صح. شعوب حية اليوم هي التي أفشلتها أن يجسد هذا التطبيع على الأرض. كثير من الدول التي طبعت اليوم أرادت أن ينجز شيء من هذا التطبيع على الأرض، ولكن الشعوب كلها رفضت. مثلا لو نظرنا إلى التطبيع المصري والتطبيع الأردني أكثر من 40 سنة، ولكن الشعب المصري والشعب الأردني ليومنا هذا لم يستطع أن يتجانس مع الشعب الإسرائيلي أو هذا مع الكيان الصهيوني بأن يتقبل هذا الجسم الغريب وهذا السرطان. واليوم نرى أنه لم يستفيد السودان من شيء من هذا التطبيع ومن الهلولة إلى التطبيع، بل بالعكس اليوم خسر وحدته ودخل في حرب أهلية، وأصبحت الملايين من السودانيين اليوم على في الشتات في تشاد في الكاميرون في إثيوبيا في مصر. اليوم ملايين من السودانيين اليوم يدفعون ثمن هذه الغلطة التاريخية التي قام بها النظام السوداني عندما طبع مع الكيان الصهيوني. هل نفعه الكيان الصهيوني اليوم في لملمة شمله واستقراره الداخلي أم زاد من تعقيد الأمر؟ فلهذا اليوم يجب أن نعمل على توعية الشعوب ونزيد من ثقافة الشعوب ووعي الشعوب بأن أمنهم القومي واستقرارهم الداخلي لا يكون بالهلولة إلى الكيان الصهيوني، بل يكون بدعم فلسطين ومقاومة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني، لأن هذا الجسم فلسطين هو جسم وهو عضو أساسي في هذا الجسم. صحيح. هذا الكيان الصهيوني فهو دخيل وسرطان، والسرطان نعلم بأن السرطان إذا لم يعني تتنبه له في الخطوات الأولى ثم استشرى في الجسم سوف يتفشى وينتشر. صحيح. هي الموت ووقوف القلب عن الحركة. ربما نواصل نقاشنا فيما تبقى من عمر البرنامج، لكن نذهب لمشاهدة جملة الاقتحامات والاعتداءات التي قامت بها جيوش الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في هذه الأيام الأخيرة. إذن مثلما كنا نشاهد كان هذا الاعتداء على قطاع غزة. ربما بروفيسور، ما هي أهم المخرجات الأخرى التي لم نتطرق لها في الحديث خلال البرنامج والتي ربما تذهب في السياق من أجل الحد من هذه ربما المشاهد التي نراها كل مرة في العدوان على قطاع غزة وفلسطين؟ أكبر أهم المشاهد أو أهم المخرجات أو أهم عمل الذي قمنا به في الملتقى ويجب أن تقوم به كل الشعوب، وهي الوعي ثم الوعي ثم الوعي. المشكل أن هذه العقود الثلاثة ساهمت في تهميش القضية الفلسطينية. حاجة روتينية يشوف القتل الفلسطينيين واحد ولا يشوف الاعتداءات، في حين لو يموت واحد أوروبي ولا واحد صهيوني تجد وسائل الإعلام يعني. صحيح. فأصبحت الموت بالنسبة لكل ما هو مسلم ولا كل ما هو فلسطيني أصبحت شيء عادي، وهذه من ناحية النفسية يجب أن تزول، يجب. صحيح. أن يكون تضامن، وهذا ناتج ماذا؟ ناتج لتهميش القضية الفلسطينية وناتج لعدم
قيام النخب بواجبها تجاه القضية الفلسطينية. لماذا؟ لأنه لازم ندرك أنه شيء أساسي أنه الآن أصبحنا إحنا مستهدفين، ما ليس الفلسطينيين، الفلسطينيين طبعا يكونوا ضحية مباشرة. صحيح. ما يقع في فلسطين قد يقع عندنا، قد يقع عند أي دولة. ولهذا الوعي ثم الوعي ثم الوعي بالقضية الفلسطينية، لأنها تصب في صميم الحفاظ على الأمن الوطني والحصانة والمناعة لكل المواطنين الجزائريين وغير الجزائريين، حتى نكون يد واحدة. وحتى قلت مواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خلال الحوار، من خلال التعاون، وليس من خلال الصراع ومن خلال المصالح الشخصية، ونضفي عليها الطابع الوطني والطابع الشعبي. ولكن هي في حقيقة، لماذا؟ لأنه هذا هو البارومتر، هذا هو الشيء المنطلق الأساس الذي نقيس عليه. لماذا؟ لأنه كل المعطيات وكل الأحداث تؤشر أن القضية الفلسطينية في المستقبل تكون هي محور الصراع الدولي. صحيح. لماذا الصراع الدولي؟ ودائما نكررها، لماذا؟ لأن قضية فلسطين ببساطة تقع في منطقة استراتيجية، وهي المنطقة العربية، منطقة غنية بالنفط، غنية بالثروات، غنية بالملاحة البحرية، وغنية بأنها لها قدرة شرائية مرتفعة. وبالتالي هذه المنطقة إذا لم تكن مستمرة مستقرة وما صحيح. يكونش فيها استقرار وكان فيها نزاعات، راح تؤثر حتى على القوة الصاعدة الآن. صح. في النظام الدولي ستتأثر أي نظام عالمي جديد، حتى والحرب الأوكرانية توقف إذا لم تحل القضية الفلسطينية بحل عادل للقضية الفلسطينية. لن يكون هناك استقرار. لماذا؟ لأنه القضية الفلسطينية أصبحت هي محور. شوف كل الأزمات اللي توقع في العالم دور وترجع للقضية الفلسطينية. صحيح. ربما كنقطة أخيرة يمكن أن نشير إليها، الجائزة الخاصة بأحسن بحث أكاديمي حول القضية الفلسطينية. نعم. كيف سيتم، ربما كيف سيتم عفوا تنظيمها، خصوصا هل هي على المستوى الداخلي فقط أم حتى على المستوى الدولي؟ وعلى المستوى الدولي ستكون هناك لجنة تحدد الشروط وتحدد المواصفات تاع يعني سيتم الإعلان عليها لاحقا. سيتم الإعلان عنها لاحقا، وتكون مفتوحة لكل بحث الباحثين الأكاديميين في الوطن العربي وليس في الجزائر. وهذا ما يشجع طبعا، هذا ما يشجع التطرق للقضية الفلسطينية على مستوى الجامعات لإحياء البحث العلمي على صحيح. مستوى الجزائر ومستوى الدول العربية. يجب صحيح. أن يكون هناك تعاون ويكون هناك. لماذا؟ لأنه كان دائما حجة يقول لك احنا التعاون مع الدول العربية لأن كل دولنا مستهلكة. صح. ما الفائدة؟ لازم نتعاون مع الأوروبي. وهذه مقولة خاطئة. لماذا مقولة خاطئة؟ لأن نتجت عقدة النقص، عقدة النسر اللي خلات الإنسان يعتبر الدول الغربية هي مصدر القوة ويجب لا جدوى من اتباع القضية الفلسطينية. صحيح. وبالتالي العمل البحثي هذه الجائزة ستشجع الناس على المعرفة حتى يعرفوا الحقيقة، لأن المشكلة تاعنا تاع الخلاف ليس قضية لا قضية معلومات، وقضية المعلومات يعني ستساهم في إحداث نعم إحياء معلومات أكثر، ستوفر لنا الحصانة، ستوفر المن، وبالتالي ستوفر الشيء اللي أكثر هو الحوار في هدوء ومعادة القضية بروية لمصلحة الشعب وليس للمصالح الشخصية. واضح جدا. ربما أستاذ أحمد إبراهيمي نحن على مشارف انتهاء الحصة، يعني كربما كخلاصة أو كحصيلة يمكن أن نقدمها في ختام هذه الحصة. أنا قلت في مداخلتي بأن هذا الملتقى جاء في يعني ظروف تغيرات وتحولات دولية. هذا يدعونا اليوم نحن أن نبحث على أنفسنا، نبحث عن مكان لأنفسنا في هذا العالم الذي بدأ يتشكل، وهذه الأقطاب التي ستكون صحيح. القضية الفلسطينية في قطب من هذه الأقطاب. ولكن إذا كانت الأمة العربية الإسلامية اليوم يعني تفكر جيدا بأن هناك عالم شديد سيتشكل وتكون فيه أقطاب، فعليها أن تبحث أن تكون هي قطبا وتحمل هذه القضية في قطبها، حتى لا نبقى نستجدي الدعم والمساندة من الأقطاب التي لعلها لا تكون في صالحنا. هذه الأقطاب كلها تخدم لمصلحتها وتنظر إلى أجندتها. فأنا الآن الآن لهذه الأمة أن تفكر مليا، أن تكون من ضمن الأقطاب التي ستقود العالم في المرحلة القادمة، لكي نعزز صمود الشعب الفلسطيني الذي بدأ اليوم يتحدث عن التحرير ويتحدث عن زوال إسرائيل وعلى نهاية هذا الظلم وهذه الغطرسة الإسرائيلية وخروج هذا الجسم من قلب الأمة العربية والإسلامية، ثم تنظيف هذه المنطقة التي تعتبر هي المحور الأساسي لصيرورة الأرض ولزراعة السلام والأمن في ربوع هذا العالم. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد إبراهيم رئيس جمعية البركة الخيرية الجزائرية عن هذه المداخلة وهذه التوضيحات. شكرا شكرا جزيلا.
إذا بروفيسور وصلنا إلى نهاية هذه الحصة، ربما ناقشنا الكثير من النقاط، نشكرك على كل هذه التوضيحات، نتمنى أن يكون في المستقبل أيضا نقاشات أخرى لاحقة بحول الله حتى ندعم الأمر أكثر، حتى ولو أنه إعلاميا ليكون ربما سبيلا من أجل هذا المسعى الذي نشترك فيه جميعا. شكرا مرة أخرى. شكرا. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، ربما كخلاصة كحصيلة نصل من خلالها إلى نهاية هذا البرنامج، القضية الفلسطينية هي قضية الجميع من العرب وغير العرب. لماذا؟ لأن ربما الكيان الصهيوني يهدد استقرار الجميع، لأن استقرار هؤلاء يؤدي بضرورة الحال إلى التفاف حول القضية الفلسطينية، وهو ما لا يخدم مصالح الكيان الصهيوني. لهذا يسعى إلى تشتيت مختلف الأنظمة ومختلف الشعوب فيما بينها داخل الدول، خصوصا الشعوب العربية، ويهدد خطرا عليها. التنمية، الاستقرار، الأمن داخل هذه المناطق تقتضي بالضرورة الالتفاف حول القضية الفلسطينية وإيجاد حل لها بطريقة أولى، لأنها هي المركز وهي الأساس، ثم بعد ذلك يمكن إحداث استقرار وأمن لعدم وجود خطر خارجي يمكن أن يهدد هذا الاستقرار، وبالتالي تحقيق أمن مستدام، وبالتالي تحقيق تعاون وحدة بين الدول العربية بصفة عامة. هذا ربما أهم ما تناولناه في هذا البرنامج، نتمنى ربما مواصلة العمل من أجل إحياء الملتقيات الجهوية مثل ما تطرقنا له قبل قليل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نضرب لكم موعد لاحقا بإذن الله، لذلك من حين دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. شكرا.